هواوي Y9S، جوال جديد من شركة هواوي من الفئة المتوسطة، وبالنسبة لي يعتبر أكثر جوال من الفئة المتوسطة اللي عجبني من ناحية التصميم والجودة، وتحس نفسك أنك ماسك جوال غالي وأنيق. شاشة الجهاز تيجي كاملة بدون نوتش أو ثقب بالشاشة، وحجمها 6.59 إنش بدقة Full HD Plus، وحساس البصمة يجي بالجنب مكان زر الباور، ومع التجربة لقيتها سريعة وعجبني مكانها أكثر من أنها تكون بالخلف. ويجي بثلاث كاميرات خلفية 48 ميجا بيكسل و8 ميجا بيكسل و2 ميجا بيكسل مع دعم التصوير العريض، والكاميرا أمامية مخفية بدقة 16 ميجا بيكسل، والكاميرات أدائها مناسب مقابل السعر اللي راح تدفعه. والجهاز يجي بمعالج كيرن 710F مع رام 6 جيجا وذاكرة 128 جيجا، ويدعم الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجا. ومع التجربة لقيت أداء الجهاز جيد جدا. حجم البطارية 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع حتى 10 واط، ومع تجربتي لقيتها تكفيني يوم كامل بالراحة. باختصار إذا تبغى جهاز بمواصفات متوسطة وشكله حلو وأداءه جيد جدا، Y9S بيكون الاختيار المناسب لك.